أنا مجلس محافظة البصرة فترة عمل دوائره الحكومية بالوكالة وصوت على 6 مدراء بالأصالة للسنوات 4 المقبلة، وقد حظي مدراء الشرطة والمرور والتربية إلى جانب البلدية والعمل والمجاري على أغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء المجلس. هذا الاختيار بعد أن فتح باب الترشيح وقدم الجميع، ووضعت لجنة في اختيار الأكفأ والأفضل والأكاديمي والمهني. وشهدت جلسة التصويت الاستثنائية اعتراضات أبدتها كتلة الأحرار الذراع السياسي للتيار الصدري على خلفية ما وصفته باختيار مدراء الدوائر وفق مبدأ المحاصصة الحزبية، وأعلنت عن تعليق عضويتها، فيما سحب من الجلسة أيضا جمعة الزيني عضو التحالف المدني لذات الأسباب. مجلس محافظة البصرة يصوت على مدراء تم انتخابهم واتفاق عليهم في غرف سوداء مظلمة، لم يتم الاختيار الأفضل بل اختيار الأنفع للأحزاب والكتل السياسية. لا اعتراض على الأسماء الموجودة بقدر ما اعتراض أن يكون الإصلاح شامل لا يكون جزئي، وبالتالي ما يحقق فجشي للجماهير اللي خرجت وطالب لحد الآن واللي هي طامحة أن يتم التغيير. لكن الكتل السياسية الأخرى في مجلس المحافظة نفت أن يكون المرشحون منتمين للأحزاب وأكدت على استقلاليتهم. اليوم خطوة كبيرة جدا وشجاعة من قبل أعضاء مجلس المحافظة، ألقوا على رداء المحاصصة وهذا الرداء التحاصص والحزبية الضيقة، واليوم اتجهنا نحو الشخصيات المهنية. أما مدراء الدوائر الجدد سيما الخدمية منها فقد أعلنوا عن برامجهم الإصلاحية بغية النهوض بمؤسساتهم وتقديم ما يحتاجه المواطنون. نوضع عدة خطط، حالة المراجعة من الشباك إنهاءها بإنشاء قاعة كبيرة جدا للمواطنين، هذه الحقيقة هاي الإجراءات وإجراءات أخرى كفيلة بإنهاء حالة الفساد. سنكون جاهزين إن شاء الله في الموعد لتنفيذ خطط جديدة في بداية الحد من التجاوزات التي الآن موجودة على الأملاك العامة بشكل عام وعلى الأرصفة وعلى الشوارع. وإن غادر مجلس المحافظة عمل الدوائر الحكومية بالوكالة لكنه لم يتمكن من كسر طوق المحاصصة الحزبية والسياسية بحسب الأعضاء المعترضين على جلسة التصويت. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.